هكذا مشاهدينا الاعزاء ياتي وقت التتويج، فيتشرف الشيخ عبيد بن سعيد ال سالمين المنصوري وحميد بن لاحق الرميتي المدير التنفيذي لنادي تراث الامارات لتتويج الفائزين في هذا المساء، مساء سن اللقاية. اليكم الشوط الرئيسي للابكار طوع لمحمد بن سهيل بن حطم العامري، تهانينا والناموس اللي بالحطم، تهانينا على هذا الفوز والانتصار الذي قدم من خلال طوع في الشوط الرئيسي. هذا هو بالحطم بالفعل من يفوز بهذا الشوط، وايضا 5 دقائق 49 ثانية تهانينا لبالحطم على هذا الانتصار. محمد بن سهيل بالحطم العامري قدم لنا طوع في الشوط الرئيسي وفاز بالسيارة الفاخرة نيسان بترول الاشتيشن بالفعل. هنا صورة تذكارية مع الشيخ عبيد بن سعيد آل سالمين المنصوري ومع حميد بن لاحق الرميثي المدير التنفيذي لنادي تراث الامارات. ياتي شوط الجعدان الرئيسي فيفوز الجارح لسلطان بن هيريو بن محمد المنصوري، تهانينا والناموس لابو عمر سلطان بن هيريو بن محمد المنصوري. ومن فاز مع الجارح بهذا الشوط وحقق التوقيت الافضل من خلال هذا الفوز ومن خلال هذا الانتصار، هذا هو سلطان بن هيريو بن محمد المنصوري. ومطر بالقوبع ايضا المنصوري، واحد من فرسان الامارات بالفعل، يستلم ايضا ابو عمر جائزه السياره نيسان بترول الاستيشن بالفعل. تهانينا والتوقيت الافضل ب5 دقائق 45 ثانية 6 أجزاء من الثانيه. تحطم التوقيت بالفعل من خلال هذا الفوز والانتصار. شكرا للشيخ عبيد بن سعيد ال سالمين المنصوري، شكرا حميد بن لاحق الرميثي المدير التنفيذي لنادي تراث الامارات على ايضا تتويج الفائزين في هذا المساء الجميل.